ورجعنا لحضراتكم بعد الاستراحة مع فقرتنا الطبية. طبعا النهاردة فقرة مختلفة لأننا ما عملناش منيو تقليدي. احنا النهاردة وصفاتنا كانت عبارة عن بهارات، عملنا البهارات الجاهزة اللي تتباع في السوبر ماركت أو عند العطار بطريقة بيتي وصحية، واحنا اللي عاملين كل مكوناتها. معنا النهاردة خبيرة التغذية العلاجية دكتور نهال حافظ، هتقول لنا ازاي نوظف البهارات دي في أكلاتنا بطريقة صحية، وازاي نعزز بيها قدرة الجسم على الحرق، كمان ازاي نستخدمها استخدامات علاجية، وازاي نختارها بشكل صحي، وكمان ايه الأنواع اللي لازم نتجنبها. كل ده وأكتر مع ضيفتي مشرفاني دكتور نهال حافظ. يا دكتور ايه الأخبار؟ منوراني. منوري. لا موضوع البهارات ده موضوع جامد جدا. جدا. صح. انتي لازم تقولي لنا ايه البهارات اللي لازم نتجنبها، يعني نهار أبيض ولازم بهارات نتجنبها؟ لا بصي، هو البهارات الجاهزة. اوكي. لا خلينا نبقى صراحة مع الناس إن البهارات أصلا بيبقى فيها قيم غذائية عالية جدا. تمام. بس لما بتكون مطحونه وفريش. صح. انما الجاهز ده بيحصل فيه ايه؟ ده بيقعد يعني اسبوعين ثلاثه بيطحن، ده غير ان هم بيزودوا عليه مواد حافظه، ده غير ان هم بيزودوا دقيق وحاجات ملح كتير جدا عشان يوفروا في الكميات وفي التكلفه طبعا. طبعا. ده غير بقى ان هم بيضيفوا عليه الملح الصيني اللي هو المونو جلوتامات الصوديوم. الملح الصيني ده الـ FDA مصرحه بيه بس بكميات معينه. صح. انما احنا بقينا موجود في كل البهارات والصوصات والتتبيلات والمعجنات والسناك بقى بشكل كله ملح صيني. ده اصلا هي المينو جلوتاموت الصوديوم او الملح الصيني بيشتغل على مراكز التذوق، فبيخليكي تدمني الاكل وتحبيه، عشان كده كل الاكلات اللي بره الحمد لله احنا بندمنها وبنبقى عاوزين ناكل منها. صح. وكمان الملح الصيني ليه اضرار كتير جدا. اول حاجه ان هو بيشتغل على حاسه التذوق وعلى النواقل العصبيه، وبيشتغل على الخلايا العصبيه بتاعتنا، فبيخلينا عندنا ادمان للاكل من النوع ده. أيوة. تاني حاجه الملح الصيني بيعملها ان هو بيرفع ضغط الدم. تالت حاجه ان هو بيعمل احتباس للسوائل، فبالتالي بيأثر على وظائف الكلى. رابع حاجه طبعا هي بيأثر على الخلايا العصبيه، بيأثر كمان يا جماعه على اللي هو الادراك بتاع الاطفال، على بقى بيشتت انتباههم، على التركيز. صح. على فرط الحركه. فليه خلينا ماشيين فريش ومطحون وطبيعي وفي الايد يعني في البيت. سوري، يعني مثلا احنا محتاجين ان احنا نطحنه فريش في البيت، نحطه في التلاجة. طبعا كل ست بيت عارفة هي محتاجة قد ايه في الاسبوع. صح. فممكن تطحنه وتحطه في التلاجة وتطلع شوية شوية على الرخام، ما يقعدش على الرخام اكتر من اسبوع. ما انا بقول كميات صغيرة على قد نخلص نعمل تاني. ده حقيقي. تاني حاجة بقى ان احنا بلاش نحط البهارات من اول الطبخ. ليه؟ لان الحرارة بتخلي الزيوت العطريه اللي في البهارات بتقلل التذوق بتاعها، وفي نفس الوقت بتقلل القيمه الغذائيه. انا هي بقسمها يا دكتور، بحط جزء في الاول وبسيب جزء للاخر كده تتطعم. هو الجزء اللي في الاخر عشان ده يبقى كويس. ده حقيقي. طيب قولي لنا بقى ازاي البهارات دي ممكن تبقى فعلا سلاح ذو حدين، يعني احنا مثلا الكتره من حاجات معينه هي اللي بتضرنا، ولا في انواع بهارات ممكن تدينا عليها انت كده سبوت تقول لنا ده ما نكترش منه؟ بصي الحقيقه يعني هو الناس اللي بتحب البهارات هي ناس اكيله قوي. ايوه. وبتحب صح. الاكل قوي. أيوة. وذويقه، يعني عنده حاسه تذوق. تذوق مظبوط. فاحنا البهارات بالنسبه لنا بتخلينا ناكل كتير قوي. فطبعا محتاجين نحل المشكله دي طبعا. أيوة. السر في كورس الاناسيلين. هو اللي هيقدر يخلينا نتحكم في الكميات، هو اللي هيخلينا ناكل بالبهارات وفي نفس الوقت ناكل منها كميه صغيره. حلو. وده اللي احنا عاوزينه، لان احنا اتفقنا قبل كده ان هو بيملى المعده يا جماعه. يعني هيخليكي تاكلي بكميات اقل، يعني هيقنن الكميات بتاعتك. فاحنا محتاجين، ملناش حل، لان انا الاكيل ده واللي بيحب الاكل وليه تيستي كده ما اقدرش اقول له ايه يتبسط. بطل. لا انا عاوزاه يتبسط كده ويتمزج، فعشان يتبسط ويتمزج محتاج ياخد كورس الاناسيليم عشان يقلل الكميات بتاعه البهارات. هو ده الحل الوحيد. في طبعا بهارات صحيه وفي بهارات حلوه للرجيم. البهارات اللي حلوه في الرجيم عندنا كذا نوع، عندنا اللي هو الفلفل الابيض، الاسود، الشطه، الزنجبيل، ايه الحاجات اللي فيها حريفة. ايوه. الحاجات دي حتى الكركم بنحط معاه الفلفل عشان نحفز ماده الكركم. ما هو الكركم اصلا حلو للصحه. انما انا بتكلم بقى اللي حلوه للرجيم. كويس. يعني انا حارقه بقى الحاجات الحارقه. القرفه. أيوة. طب يا دكتور القرفه القرفه والقرنفل والكركم والكزبره والكمون والكاري حلوين للصحه عامه.
كويس. انما للرجيم الفلفل الابيض والاسود وفي الشطه وفي الزنجبيل اي حاجه حاره لان بتبقى فيها مضادات اكسده والتهابات وفيها كمان ماده الكابسيسين الماده دي بتعزز الحرق كويس جدا. ده انا عرفت كمان ان الخولجان ده اختراع وبيتحط في كتير بيستخدموه حاجات طبيه وحاجات طبية. هي وكمان البهارات عموما كمان زي مثلا الكركم حلو جدا كمضاد للاكسده وبيعزز الحرق. عندك القرفه والقرنفل حلوين جدا ان هم بينشطوا الدوره الدمويه. عندنا الكاري اصلا اصله بيبقى كركم معاه حلبه فده برضو مضر للبول. عندنا الكزبره برضو من الحاجات المضره للبول. فالبهارات بصفه عامه ليها قيم غذائيه عاليه كويس. بس هي الفكره في طريقه الاستخدام بقى والنسب بتاعتها ده حقيقي. عشان كده احنا عملنا حلقه مميزه وقلنا لازم نعمل ده لان بجد انا بشوف يعني ناس بتبقى عندها الحب انها تعمل البهارات بس بتخاف منها. ده حقيقي. طب قولي لنا بقى بما ان حضرتك قلتي مع الاناسيليوم ما يقلقوش هو الاناسيليوم بس يعني بيتحكم في الكميات ولا ليه فوائد تانية؟ حلو قوي السؤال ده. هو الاناسيليوم نمبر 1 بيتحكم في الكميات بس احنا يعني رعينا في الشركه ان احنا نحل جميع الاعراض بتاعت او حالات السمنه او جميع المشاكل اللي بتواجههم. تمام. دايما مريض السمنه بيواجه مع السمنه اول حاجه الامساك. فالاناسيليوم بيعالج مشكله الامساك لانه عشان الياف حركه الجهاز الهضمي ده حقيقي عشان الياف. تاني مشكله مريض السمنه بيواجهها هو ان جسمه بيبقى فيه التهابات ومناعته قليله. فاحنا عندنا مجموعه من الفيتامينات في الياف الاناسيليوم واهم فيتامين فيهم فيتامين سي فبيعالج الامور ده لان الخلايا الدهنيه احنا متفقين او اتكلمت في فيديوهات على السوشيال ميديا ان هي بتبعت دلالات التهابيه فبتعمل التهابات في جميع اجزاء الجسم. فيتامين سي بيعالج المشكله دي. هايل. تالت حاجه في فتره الشتاء يا دكتور القصه دي مهمه بالنسبه مهمة لنا جدا اصلا في العادي عشان المناعه كامله. تالت حاجه بقى ان دايما مريض السمنه اكيد بيحب بقى يشرب مشروبات. ايوه يشرب عصاير حتى الاطفال يا دكتور يعني بيحب يشرب عصاير فريش ومياه غازيه وكده. ف يعني هو الاناسيليوم طعمه حلو وعصير وفريش وفي نفس الوقت هيحسسني بالشبع وطعم الاناناس هيخليني طول الوقت شبعان غير ان هو هيعالج لي لو عندي مشكله امساك هيعالج لي ان هو هيقوي مناعتي وهيحسن الجهاز الهضمي وهيحسن الهضم وهيقلل امتصاص السكريات والنشويات. الحلب بقى الشحوب والشعر والضوافر بقى في مالتي فيتامين فهو فيتامين سي لوحده حلو جدا لموضوع البشره غير ان في الياف بتعزز ميكروبيوتا الامعاء غير ان هو بيحسن حركه الجهاز الهضمي فانا هاخد حاجه هتحسسني بالشبع وطعمها حلو وما فيهاش سعرات الاناسيليوم ما فيهوش سعرات وهيرطب جسمي لانه الالياف هتخليني اشرب ميه طول الوقت لو انا ما بشربش ميه وخصوصا احنا داخلين في الشتاء هيخليني طول الوقت عاوز اشرب ميه كويس. وفي نفس الوقت لو عندي امساك هيعالجه وفي نفس الوقت هيقوي المناعه واحنا محتاجين المناعه الفتره دي فانا بشرب مشروب صحي انا مش بشرب لا مش هو مش دواء هو مش علاج ده مكمل غذائي طعمه حلو بنديه للاطفال بنديه للناس اللي عندها امراض مزمنه بنديه حتى للناس العاديه بيعالج بيحسسني بالشبع وبيقفل يعني بيخليني كده افتح الثلاجه اقفلها تاني وفي نفس الوقت بيعالج كمان مشاكل تانية زي وحلو جدا لمريض السكر لان هو بيظبط نسبه السكر في الدم. امراض المزمنه بقى يا دكتور كلمنا كده يعني جزء امراض المزمنه ان هو حلو جدا للناس اللي عندهم سكر لانه فيه البرمالين ده بيظبط مستويات السكر في الدم. هايل. حلو جدا للاطفال في ناس كتير جدا بتقول لي ايه انا طفلي بيروح المدرسه وبياكل كتير ومش عارفه اعمل كنترول. لا حضرتك اديه باكت الاناسيليوم قبل ما ينزل وعوديه ان هو يشرب الاناسيليوم قبل الوجبه الرئيسيه بنص ساعه او ساعه لان هو اول حاجه مشروب لو انا عاوزه اخس اخده لو انا بحافظ على وزني اقدر اخده لو انا رياضي برضو ينفع تديه لاطفالك فانت بتديه في ثلاث حالات. حلو لو هو عاوز ينزل في الوزن فانت هتديه له عشان يتحكم في الكميات وعشان ما يتخنش لو انا برضو يعني بحافظ على وزني ممكن اخده عشان يحافظ على وزنه ومهما كان ما يتخنش. حلوة. لو انا رياضي فهو بيظبط مستويات الطاقه بتاعتي فهو هيديني باور اثناء التمرين فهو حلو في الثلاث حالات وفي نفس الوقت هو هيحسن مناعه اطفالنا ده رقم واحد. هيعالج مشكله الامساك لو عندهم امساك لان الاطفال في الشتاء ما بيشربوش ميه كتير صح. فهو هيعالج المشكله دي. رقم ثلاثه في الياف هتحسن ميكروبيوتا الامعاء وفي نفس الوقت هتقلل امتصاص النشويات والسكريات وحاجه كمان ان هو طعمه حلو وفريش وحاسس ان هو بيشرب عصير فمش هيحس ان هو دواء وكمان حاجه هيحسن مناعه الجهاز الهضمي
بتاع اطفالنا، وفي نفس الوقت هيحسن مناعتهم ضد النزلات البرد وضد الالتهابات وضد مناعتهم اللي هي الضعيفه اللي بتبقى في فتره تغيير الفصول. صحيح. فهو مشروب صحي في الاخر، ملوش اي اثار جانبيه لا على الاطفال ولا على الامراض المزمنه. طيب قولي لنا بقى يا دكتور، انتوا الكورس يعني قولي لنا بقى كده، صنف لنا الكورس. هل انا عارفه ان اكتر من كورس موجود في الشركه وبيخاطب اكتر من شريحه يعني على حسب الحاله وكده، فحضرتك يعني قوليهم لنا بالراحه كده انواع الكورسات، وبتدعموا بقى انتوا معاها كمان بحاجات تانية خصوصا لما احنا بنميل في الشتاء لشرب مشروبات. دايما نقول بدل ما اقعد ادور على مشروب غير صحي، طب ما انا لو لاقي مشروب صحي ما انا هشربه، يعني هتجه ليه اكيد لو هو متاح ولو طبعاً هو مفيد. انا بس عاوزه اقول حاجه في مناسبه الشتاء. في واحده تقول لي انا الشتاء داخل وهتخن. لا، هو ده عقلك الباطن بس، هو مهيئ ان في شتاء فانا داخله انتخ واكل واتدفى. مع الرغم ان دي اكتر فتره بنحرق فيها يا دكتور، اكتر فتره حلوه جدا. ما هو بقى اكتر فتره ما بنعملش كده خالص. اصل هو اكتر فتره يا دكتور اليوم فيه بصراحه قليل، يعني النهار قصير وبيبدا معانا بقى فتره طويله لحد ما الولاد يناموا. احنا عندنا بتاع 6-7 ساعات هنعمل فيهم ايه بعد الغداء؟ حلو، هنعمل انا ماشي إيه؟ اوكي انا معاكي، بس انا مع ان هو اكتر فتره احنا متفقين ان هو الفتره اكتر فتره بيبقى فيها الحرق شغال، لان احنا بنحتاج طاقه عشان نتدفى. صح ولا لا؟ صح فيها جدا. ايه لو كلت اكلات تمام تشبعني وتحسسني بالشبع وما تعليش سكر الدم وتدفيني، وفي نفس الوقت اخد باكت الاناسيليم قبل كل وجبه، واخد لو انا من واخده كورس مكثف واخد الكبسوله بعد الفطار، فكده احس بالشبع وهاكل اكلات كويس. بحرق كويس وبحس بالشبع، وفي نفس الوقت ما باخدش سعرات كتير، حصل لي عجز سعرات، فبالتالي هبدا احرق من المخزون اللي عندي، فكده هبقى ايه؟ اكلت وشبعت واتدفيت وخسيت برضو. هي يعني احنا لا عاوزين احنا نوصل، احنا مش ممانعين في ده طبعا، احنا عاوزين نوصل للمرحله دي. لكن احنا مشكلتنا ايه؟ ان احنا بنحط في دماغنا لا اصل الشتاء يعني اكل بقى وهنأكل. لكن لو حطينا في دماغنا ان الشتاء يعني ان انا حرقي عالي، يعني انا عندي فرصه ان انا اخس عشان صحتي وعشان اولادي وعشان اسرتي وعشان انا اهم حاجه صحتي، فانا هبدا بقى ان انا اكل بس اكل اكل يشبعني. هبدا اشوف الاكلات انا بعملها ازاي اعملها بطريقه صحيه. هي. ازاي اعملها في البيت عموما مش بس ليا، هو للعيله كلها. وانا واكلت عيلتي حاجه صحي هيحافظوا على وزنهم، لا هيخسوا ولا هيتخنوا. على التست يا دكتور احنا طبعا هنتكلم مع دي، بس اسمح لنا معانا روان. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا روان، اتفضلي. انا كان وزني 95. ايوه. اتعاملت مع الدكتوره وزني مع دكتور سبعين. نيهال. تمام. دكتور نيهال وشيري. ووزني دلوقتي بقى 70 ما شاء الله. في فترة قد ايه طب يا روان؟ 70. كنت سنك قد ايه؟ في 10 ايام ما شاء الله. اول مرة. اول مرة كام؟ نزلت 10 كيلو في 10 ايام ما شاء الله. ده انت ملتزمة قوي يا روان. ملتزمة قوي. بتلعبي رياضة او حاجة حبيبتي؟ لا 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 لا، مع البرفان بس. انت سنك قد ايه؟ سني 35. مستخدمتي اي منتجات تخسيس قبل كده؟ خدت كتير وما عملش معايا حاجه. تمام. طيب دكتور شيرين مشاكل على نظام غذائي؟ باكل كتير. لا لا لا، باكل، كنت باكل كتير، وقفني حسسني بالشبع بصراحه. ووزني تمام كده ومكمله معاها باذن الله. طب اخبار المقاسات ايه؟ باكل اي حاجه. اخبار المقاسات ايه؟ يعني مقاسات لبسك؟ لا، جسمي طبيعي حلو، هو نزل كله مره واحده، مش يعني مش جزء وجزء. لا يعني كنت بتلبسي مقاس كام وبقيت تلبسي مقاس كام؟ كنت بلبس 3 اكس. ودلوقتي؟ دلوقتي ساعات بلبس لارج، وساعات قوي قوي بلبس اكس لارج. ده حلو قوي 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 قوي. فرق معاها كويس جدا في المقاسات كمان. جدا. طب انت بقالك قد ايه مع دكتور شيري؟ بقالي معاها كده 4 شهور. 4 شهور. طيب ما شاء الله. كويس قوي. حلوة قوي. بقالي 4 شهور. تمام. هايل يا روان. طيب انا بقالي 4 شهور والصحه تمام، مفيش حاجه، ما اقصرش على صحتي. 25 كيلو في 4 شهور ممتاز على فكره. 35 سنه كويس. نسبه الحرق كويسه بالنسبه لي. نسبه الحرق كويسه. وكمان خلي بالك ان روان من الناس اللي استخدمت منتجات تخسيس كتير. ما انا لسه كنت هسالها، بتقول لي انا في كبسولات، هي الكبسولات دي حارقه يا دكتور؟
كبسولات بتحرق الدهون. اوكي بنشكرك طبعا يا روان جدا على مداخلتك. بشكرك جدا وبشكر الدكتور شيري 25 كيلو في 4 شهور ما شاء الله ما شاء الله عليها. وكمان انا بحب جدا الناس اللي بتكون استخدمت منتجات تخسيس كتير الفرق. عشان تعرف فرق المتابعه. المتابعه مش فكره ان انا اكلم حد كل يوم اخبارك ايه، لا المتابعه ان هي بتبقى اسبوعيه بس انا ببقى مظبطه لها اكلها، ببقى معاها نظام غذائي، ببقى مديها مواعيد الكورس الاناسيليوم امتى، كمان ببقى انا متابعاها نفسيا. هو كورس، هو مش فكره كورس او مش فكره نظام، هو مريض السمنه قبل ما يبقى مرض جسدي هو مرض نفسي، ان انا حاسه ان انا مختلفه عن الناس، فانا نفسي ابقى زي الناس، نفسي البس زي الناس، نفسي اتصور زي الناس، نفسي اكل زي الناس، نفسي اخدم عيالي زي الناس، نفسي جوزي يقول لي كلمه حلوه زي بقيه الناس برضو. فهي الفكره كان بقيه الناس اقل قليلا من الناس اللي بيتقال لهم ايه يا دكتور احنا مصدقين الاناسيليا بس الجزئيه دي. طب اسمح لنا نعرف بس طرق التواصل بعد اذنك يا دكتور. من خلال صفحه اون تارجت فارما، ايوه، او من خلال صفحتي على الفيسبوك نيهال حافظ، او من خلال انستجرام اون تارجت فارما، ايوه، او من خلال انستجرام نيهال حافظ، او من خلال الارقام اللي بتظهر على الشاشه، وتواصل من خلال الواتساب. ده حاجه الواتساب طبعا حلو. المتابعه مجانيه يا دكتور؟ طبعا. بصي احنا عندنا حاجتين مجانيين طبعا. أيوة. الكورس مش مجاني يا جماعه، الكورس اكيد. كورس، في كورس اناسيليا عادي وفي كورس اناسيليا مكثف، وشرحنا قبل كده الفروقات ما بينهم. عندنا المتابعه مجانيه مع الفريق الطبي، ودي حاجه حلوه جدا. عندنا بالنظام الغذائي بكل حاجه الغذائي. اسبوعي، وغير كده ان احنا بننزل كمان على السوشيال ميديا فيديوهات بالهبل عن طرق صحيه للاكل، وبنقول لك تعملي ايه، وماشيين معاكي ستيب باي ستيب، يعني واحده بواحده. تاني حاجه الشحن مجانا لكل محافظات مصر، يعني بنوصل اسكندريه واسوان واسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وشرم والغردقه، فدي برضو حاجه احنا حابين نوصل. والتوصيل انا شايفه انه في وقت برضو كويس. احنا حابين نوصل لكل بيت في مصر. عاوزين الاناسيليوم، وعاوزين الناس تخس، وعاوزين الناس تفهم يعني ايه انا اخس بشكل صحي وامن، لان ده مهم جدا، ونحط تحتيه 100 خط. يعني في ناس كتير جدا بتنزل بس بتفقد سوائل وبتفقد كتله عضليه، وتلاقي بعد كده عندهم سوء تغذيه، انما احنا عاوزين نخس بشكل صحي وامن لاطفالنا ولاولادنا ولاسرتنا ولابهاتنا وامهاتنا كمان. قولي لي بقى يا دكتور، لما بياخدوا الاناسيليوم ويوصلوا زي ما هي حبه كده روان، لا احنا لسه روان لسه هتكمل، احنا التارجت بتاعنا 60 لما توصل بقى. بيبقى بتستمر برضو، عايزين نقول للناس بتستمر على الاناسيليوم لحد ما بتفضل محافظه على وزنها. هو في حاجه اسمها نظام التثبيت. أوكي. هو احنا نظام التثبيت عندنا بعد ما بتنزل طبعا هي بيبقى معدتها صغرت، لان سلام كورس الاناسيليوم بيصغر المعده فبيخليك تاكلي بكميات اقل. مع التثبيت ممكن نستخدمه يوم او يوم لا، او يومين ويوم لا، بحيث ان احنا بس في مرحله ان احنا ايه بنبدا بقى نمشي على نظام التثبيت او النظام الغذائي اللي ممكن اكمل بيه بقى بقيه حياتي بجد. فده بيبقى معاه الاناسيليوم يوم ويوم لا، او يومين ويوم لا، بس انا متاكده ان هي بعد ما بتخس، وبعد ما توصل للوزن المثالي، وبعد المتابعه اللي بتحصل، وبعد كورس الاناسيليوم، وبعد الفيديوهات بتاعتنا على السوشيال ميديا والتوعيه، هي ما بترجعش بسهوله تاني، ما بترجعش في الوزن، وده التارجت بتاعنا. كتير جدا انا بسمع ان في ناس كتير قوي خست، لكن كتير قوي بسمع برضو ان هم رجعوا بعد بسرعه فترة جدا. رجعوا. احنا اسلوب حياه صحي اون تارجت بتعلمك ازاي تمشي على اسلوب حياه صحي. دايت مش فتره مؤقته، احنا بنخليك تمشي اسلوب حياه تتخلص صحي. من المشكله بس تستمر بقى بصحه كويسه، تستمر بصحه كويسه، وده المهم عندي. طب نقول تاني يا دكتور معلش طرق التواصل بعد اذنك مره تانية. تمام. من خلال صفحه اون تارجت فارما، والارقام طبعا اللي موجوده على من خلال صفحه نيهال حافظ على الفيسبوك، او على انستجرام اون تارجت فارما، او انستجرام نيهال حافظ، او من خلال الارقام اللي بتظهر على الشاشه. خد الفرصه عشان احنا داخلين على الشتاء، والشتاء فرصه حلوه قوي عشان نخس، غير ان احنا عندنا مشروبات كتير جدا للشتاء حلوه ممكن نعملها تخسسنا وتشبعنا وتخلينا مبسوطين وراضيين. طب غير اللي في اون تارجت فارما، ممكن قول لنا كده مشروب ولا حاجه سريعه، او مشروبين للحرق حلوين. بصي انا بعمل ديتوكس تحفه جدا. قول لنا. الديتوكس ده عباره عن ميه، تمام، الميه دي بتبقى منقشر عليها ليمون ونعناع وقرفه وقرنفل، وبنحطهم بس بنخليهم في الثلاجه من بالليل. كويس. تمام. وبعد كده بنصحى تاني يوم نصفيهم، نبدا نشرب فيهم طول اليوم، اسمها مايه الديتوكس دي. لو انا بقى كنت في عزومه كده وعكيت، لو انا وقت حلاوه المولد،
وقت بقى البيتي فور والكحك، وقت الاعياد اللي احنا ما بنقدرش نعمل كنترول خالص قوي، او مش عايزين نعمل كنترول، مش عاوزين نعمل كنترول، بنشرب الديتوكس يحرق كل حاجه. هايل والله. تسلم يا دكتور بجد، وسعيده بوجودك معايا بجد دكتور نيهال. اسمحوا لي طبعا يعني اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده، دكتور نيهال حافظ خبيره التغذيه العلاجيه، شرفتيني ونورتيني. وطبعا لمزيد من اللقاءات بقى، لانك هتقول لنا نصايح جميله جدا. واسمحوا لي طبعا اشكر حضراتكم كل متابعيني الكرام في كل مكان بيشاهدونا من خلال شاشه قناه الاهلي، تحيه وحب وتقدير لحضراتكم، واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوفكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.